يالا حد يلحقني. قعدت اقول له تعال لي 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 اهو رماني رماني رماني. اه ياني 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 انا مش فاهم انت رميني هنا ليه. انت ده انت لففتني النجع كله وراك وقطعت نفسي. بس خلاص خلاص كل ده انتهى انتهى يا حلو. طب بقول لك ايه، مفيش مرحلة تانية؟ انا وقعت كتير في اللعبة دي قبل كده وكنت ببتدي من الاول تاني. خرجني خرجني من هنا بقى. الصندوق ده يا حسونة ملوش لزوم. استنى بس يا بكار. حسونة انا عايز ارجعك فوق يا حسونة. هتفضل هنا على طول لو ما سمعتش كلامي. ماشي ماشي هسمع كلامك، بس لازم اشوف الصندوق ده فيه ايه الاول. يوه ايه ده حسونة، ما تفتحش الباب ده. مش انت بتقول انك عايز ترجعني؟ ايوه. خلاص تعال انت معايا نشوف ايه اللي ورا الباب ده، ما يمكن يبقى باب الرجوع. لا يا حسون سيب المفتاح ده وتعالى من هنا. ازاي بس؟ ده انا تعبت على ما كسبت المفتاح ده، لازم اشوف بيفتح ايه. يا حسونة اسمع كلامي يا حسونة. حسونة بدل ما تاكل حسونة. بس بقى سيبني اكل.